تحب نبتدي بقصتك انت شخصيا مع الرسم؟ ابتدت امتى وازاي؟ ابتدت من اول ما دخلت الاعدادي. لا علي صوتك بقى. كنت برسم شجر يعني وحيوانات وكده. اوكي. ففكرت بقى اخش ارسم اشخاص وما كنتش حابب ان انا اكمل في الحاجات دي يعني. فاخدت كورس من على النت وتعلمت ازاي ارسم الاشخاص وكده، وكملت وراه لحد ما رسمت الاشخاص. يعني هي موهبه في الاول يعني. بس انت اللي خدت بالك من وجود الموهبه دي، ولا برضو حد قال لك الله ده انت ما شاء الله عليك؟ حد قال لي انت كويس في الرسم، حاول تشتغل في الاشخاص وكده وهتبقى كويس فيها. ففكرت بقى ودخلت كلمت حد من على النت عشان اخد كورس معاه، فقال لي انت بعيد عليا وكده، هعلمك من عن طريق الماسنجر، انا بعت لي فيديوهات خطوات وكده وانا اشتغل وراه. فالحمد لله انا وصلت للمرحله دي يعني، بقيت كويس يعني. هي. مين الحد اللي قال لك ان انت؟ احمد ابن خالتي. ابن خالتك؟ اه. كنتوا قريبين يعني، فهو حس بالموهبه دي عندك؟ اه. كويس قوي. طب